على ذياب مجرشي حتى آخر صورة وصلت. هذه تمريرة ملعوبة الآن على الجهة اليمين. الله، جول! الهلال يتقدم الآن بأول أهدافه في المباراة. محمد رامي يسجل أول أهداف الهلال، واستطاعوا أن يسجلوا منها الهدف الأول. شوف التمريرة جاءت من الفريدي، وثم محمد رامي يسدد كرة على طول للشباك، كرة للشباك من قلب شاد هنامي، من قلب شاد هنامي يسجل.